مساي كفام الإذاعة الأولى في تونس. كما هو معلوم التطاوين اليوم في يوم غضب ويوم احتقان. السبب الرئيسي يعود لعدم التزام الحكومة بتعهداتها تجاه ولاية التطاوين وإخلالها بالجدول الزمني المتفق عليه، ونفذ صبر الناس صبرت ولكن في آخر المطاف هاك تشوف الصبر حدود كما يقولوا فيها على الحكومة وعلى الوفد المفاضل يلتزم بتعهداته تجاه التطاوين. تنسيقية اعتصام الكامور توجهت منذ مساء هذا اليوم لمنطقة محطة الضخ رقم 4 بالكامور لغلق الفانا، وبلغنا أن تم التعرض إليها من طرف السلطات العسكرية المؤمنة للمنطقة وحزونهم السيارات بتاعهم، مما اضطرهم باش يمشوا مشينا على الأقدام في هذا الليل. وطوى منذ 3 ساعات هم قاعدين يمشوا بدون ماء بدون أكل. احنا قريب طوى بلغنا أن قريب باش يوصلوا محطة الضخ لغلقها. بربي رجاء ونداء للسلطة العسكرية في المنطقة والسيد العميد باش يتدخل لحماية أبنائنا والسماح لهم بالعبور، لأنهم ما عندهمش لا ماء ولا غذاء وسياراتهم تم افتكاكها، وتعرف الظروف الصحراء. كذلك نحملهم المسؤولية في أي مكروه لا قدر الله قد يحصل لأبنائنا في الكامور غادي.